أعزائي المشاهدين، عقب نهاية هذا اللقاء، اللقاء الكبير بين نادي سوهاج ونادي بتور أسيوط، معنا الكابتن أيمن عبد الجواد كابتن نادي سوهاج الأسبق. كابتن أيمن، أهلا بك في قناة صدى البلد. أهلا بحضرتك وبقناة صدى البلد. كابتن أيمن، يعني تقييمك الفني لهذا اللقاء؟ مباراة بين فريقين كبار، يعتبر ديربي الصعيد. بترول أسيوط ونادي سوهاج دول من الفرق القوية في الصعيد. مباراة من يعني تكتيكية بين مدربين كبار، كابتن هشام عبد المنعم وكابتن أحمد خلف، اثنين بصراحة يعني من المدربين الكبار اللي في الصعيد. مباراة حلوة تليق بديربي الصعيد بين الاثنين إن شاء الله. كابتن أيمن، بخبرتك الكبيرة في دوري الصعيد، يعني توقعاتك سيناريو المنافسة هذا الموسم؟ السنة دي إن شاء الله هنلاقي أكثر من فريق بينافس، هتلاقي أسوان، هتلاقي سوهاج، هتلاقي الألمنيوم، تليفونات بني سويف، البترول، هيبقى في أكبر من فرقة بتنافس السنة دي على الصعود. اخيرا، يعني بصفتك مدير فني لفريق 2001 بنادي سوهاج، عايزين نطمن جماهير سوهاج على فريق الامل لنادي سوهاج، هذا الفريق طبعا اللي بيقدم مردود طيب ويضم مجموعه متجانسه من اللاعبين، عايزين نطمن جماهير سوهاج على هذا الفريق. ان شاء الله باذن الله، احنا عندنا في مواليد 2001 يعني الحمد لله مجموعه كويسه، في 5 لاعيبه من الصاعدين معانا في الفريق الاول. ان شاء الله باذن الله بوعد جماهير نادي سوهاج المحبه لنادي سوهاج ان شاء الله هيبقى بعد سنه او اثنين بالكثير ان شاء الله هيبقى قوام الفريق الاول من لاعبي مواليد 2001 ان شاء الله. شكرا لك كابتن.